جولة مراسلي أكسترا نيوز، والبداية مع زميل عوض غنام، حيث تتواصل فعاليات دورة الإعلام الدينية لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني اليوم الثاني، وتصديفها مدينة شرم الشيخ تحت عنوان الإعلام الديني والتحديات المعاصرة بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة بحضور الدورة لجميع المشاركين. وللمزيد يطلعنا عليه زميلنا عوض الغنام. إليك الكلمة عوض. تحياتي فيروز من مدينة السلام، هنا في أرض السلام جنوب سيناء، تحديدا من مدينة شرم الشيخ. بالفعل كما أسلفتي، تتواصل فعاليات هذه الندوة المهمة للغاية عن الإعلام الدين والتحديات المعاصرة. ربما البداية كانت مع كلمة رحب فيها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رحب بالضيوف وهم كثر جاءوا من القاهرة لحضور فعاليات هذه الندوة التي ستستمر على عدة أيام، ورحب كذلك بعدد من نواب البرلمان المصري سواء من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب، وهناك عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين يتابعون في هذه اللحظة وأنا معك على الهواء فعاليات الندوة التي بدأت عند الساعة 10 من صباح اليوم. قبل أن أنتقل معك على الهواء، كان هناك حوارا يتم أو التي كانت تقوم بالندوة إحدى الداعيات والواعظات في وزارة الأوقاف، وكانت تتحدث فيروز بشكل مباشر عن دور الدعاء في دعم الدولة المصرية، وهذا واجب شرعي وديني ووطني كما كانت تتحدث، مؤكدة بأن ربما يكون فعلا محرما على رجال الدين أن يتحدثون في السياسة، لكن دعم الدولة ليس هو سياسة، هو واجب ديني وشرعي. وتستفيد في هذه الندوة الآن بحوارات ونقاشات حتى هذه اللحظة. كان أهم الحضور بالأمس كان وزير الأوقاف، والذي بدأ نشاطه هنا في محافظة جنوب سيناء بخطبة الجمعة، وعرج فيها وربط فيها أيضا بين الندوة وبين الخطبة، وكان ربما محورها الرئيسي والأساسي هو محاربة البغاة والفاسدين والمفسدون المروجون للإشاعات ضد الدولة المصرية. ثم أكمل هذا النقاش داخل هذه الندوة وغادر في ساعات متأخرة من مساء اليوم. الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام ما زال حاضرا، وسيكون له ندوة بعد قليل وحضور بعد قليل، وكما أسلفت سيقوم بمشاركة محافظ جنوب سيناء بتقديم الشهادات الخاصة بالذين حضروا هذه الدورة. مجمل هذه الدورة أنها استكمالا لنشاطات كبيرة تقوم بها وزارة الأوقاف في إطار استراتيجية عظمى وكبرى خاصة بالوعي. الوعي هو رؤية طرحتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام على مدار عام 2021، الهدف منها هو كشف العديد من الحقائق وكشف العورات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية والمتطرفة. وكانت الندوة الأولى حول هذا التاريخ، حتى كانت تحت هذا المسمى فيروز، الخاص بتاريخ التطرف والإرهاب. ثم نحن نتحدث الآن عن هذه الندوة الثانية هنا تستضيفها جنوب سيناء. أخيرا غدا ستكون هناك ندوة مهمة للغاية، غادر منذ قليل محافظ جنوب سيناء بعد الرحابة بالضيوف للذهاب إلى جامعة الملك سلمان ليقوم بالإعداد لهذا الاحتفال غدا. لماذا هو مهم؟ لأنها ندوة كبيرة سيحضرها كما نما إلى علمنا عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار، خاصة بالحديث عن سيناء، مستقبل التنمية في سيناء بين الحاضر وبين المستقبل. وربما هذه من أهم الفعاليات التي يعني تستضيفها جامعة الملك سلمان، تعلمين بأنها جامعة يعني وليدة حديثة العهد، فبالتالي هذا حدث مهم للغاية. على كل حال نحن سنتابع معكم هنا من مدينة شرم الشيخ استمرار فعاليات هذه الندوة المهمة للغاية الخاصة بالإعلام الديني والتحديات المعاصرة. هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة. عودة إليك زميلتي فيروز. بالتأكيد زميل عوض غنام، ونحن سنتابع معك على مدار ساعة كل التطورات فيما يخص هذه الندوة. قبل أن نستكمل مشاهدينا هذه الجولة مع مراسلينا